طلعت كابتن مصر الموسم الاول وده اللي شجعنا اكون اجي الموسم الثاني. وانا في الاختبارات كنت مركز على ان الكباتن تشوفني سيرف باك كويس. وانا في الاختبارات كنت مركز على الشوت والباص وحاجات كتير عشان نفسي اتقبل. والله انا قلت له يعني انت هو اصلا يعني كويس في لعب الكوره وبيحبها جدا جدا، فقلت له يعني انت اعمل اللي عليك وهو الخير بقى ربنا هيعمله يعني. الحمد لله ربنا يكرمه طبعا واشوفه لاعب كبير، هو اصلا امنيه حياته ان هو يبقى لاعب كبير ومعروف يعني. انا نفسي ابقى لعيب كوره كويس بقى معايا فلوس كتير يعني عشان اعمل صدقات واعمل مساجد وتبرعات خيريه على صدقه روح اختي كنزي الله يرحمها. عرفت كابيتانو مصر من السوشيال ميديا وعشان صحابي السنه اللي فاتت كانوا موجودين فيها برضه. قدمت في كابيتانو مصر عشان زي اكون زي محمد صلاح. عرفت كابيتانو من على التلفزيون فحاولت ان انا اقدم فيها، فانا حبيت كابيتانو وكان مصر يعني كابتن محمد اليمان يعني. كنت وانا نازل الاختبارات كنت مركز ان انا العب كويس وان شاء الله ربنا يجعل لي نصيب كابيتانو مصر.